Gagnant c'est Cristiano Ronaldo. لاعب استثنائي ويتمتع بقدرة استثنائية، ولكن كما يحدث في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كانوا يدرسون طريقة لاعب مايكل جوردن ثم يسجل 50 نقطة. هكذا تحدث فرانس كريبا المدير الفني لفريق إلتشي عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب نهاية لقاء فريقه مع ريال مدريد أمس على ملعب سانتياغو برنابيو في افتتاح الجولة 5 للدوري الإسباني. رونالدو البالغ من العمر 29 عاما سجل رباعية متتالية للفريق الملكي في شباك حارس الضيوف مانو هيريرا، وقاده للفوز ب5 أهداف مقابل هدف، معززا صدارته لقائمة هداف المسابقة برصيد 9 أهداف في 4 مباريات فقط. إجمالا رفع أحسن لاعب كرة قدم في العالم العام الماضي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفا في 8 مواجهات، بعد أن سجل 3 أهداف أخرى بوقع هدفين في السوبر الأوروبي في شباك الجار اللدود أتلتيكو مدريد، وآخر في مرمى بازل السويسري يوم الثلاثاء الماضي في مستهل رحلة دفاع الميرينجي عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، وبات على بعد 4 أهداف من تحطيم الرقم القياسي لهداف دوري أبطال أوروبا البالغ 71 هدفا والمسجل باسم النجم الإسباني راؤول غونزاليس. كان النجم الأنيق قد تألق بصورة لم يسبق لها مثيل في الموسم الماضي عندما تصدر قائمة هداف الليغا برصيد 31 هدف وبفارق 3 أهداف عن غريمه الأرجنتيني ليو ميسي، وحقق النجاح ذاته في دوري أبطال أوروبا عندما أحرز 17 هدفا تربع بها على رأس قائمة هداف البطولة وحطم الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي جوزيه ألتافيني مهاجم ميلان في الستينات، وميسي نجم برشلونة موسم 2011-2012. وبرباعية الأمس رفع النجم الكبير عدد مرات تسجيله ل3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة إلى الرقم 24 منذ انضمامه لريال مدريد عام 2009، كما ارتفع عدد أهدافه طوال مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي والريال إلى 387 هدف في 577 مباراة، مما يؤهله بكل أريحية لتجاوز حاجز 500 هدف حتى اعتزاله كرة القدم، ويضعه في مصاف الهدافين الأسطوريين في تاريخ كرة القدم الأوروبية والعالمية. وبمقارنة بسيطة بين المهاجم العالمي الذي أحرز 50 هدفا مع منتخب بلاده في 114 مباراة دولية، حيث سجل جون أنتوي مهاجم الإسماعيلي 11 هدفا في 16 مباراة الموسم الماضي، وتصدر قائمة هداف الموسم رقم 55 للدوري المصري. الأغرب أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر لائحة هداف الليغا في الموسم قبل الماضي برصيد 46 هدفا، وهو رقم يقل ب4 أهداف فقط عما سجله هداف الدوري المصري في المواسم الأربع الأخيرة مجتمعة. Gagnant c'est Cristiano Ronaldo. À
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ارحب بضيفي العزيز استاذ عصام شلتوت، مدير تحرير اليوم السابع ورئيس تحرير البوابه الالكترونيه. منورنا يا صديقي العزيز. ربنا يخليك كابتن. عامل ايه؟ انت اللي دايما منور. الحمد لله كابتن، الحمد لله. سعاده غير عاديه رغم كل الاحداث باللي حاصل، واخيرا بنك مون يقول ان الرئيس السيسي عدل ليها مفاهيم كثيره، ولا طبعا والعالم يؤكد ان ما يحدث في مصر هو المواجهه الاولى وخط الدفاع الاول ضد الارهاب. وكاميرون يعني يوضح بصريح العباره انه عندما لا تكون مصر في حالتها الطبيعيه زي ما بنقول في الكوره يبقى معركه خسرانه ضد الارهاب، وسيذهب الشرق الاوسط الى جحيم الارهاب. كلام مهم. ثلاث وزراء خارجية بقيادة العتويل الثعلب كيسنجر يؤكدوا، وبمعاني وانت عارف انه الدولة الامريكية دولة مؤسسات، اللي بيخرج المعاش وبيروحش القهوة، هم يعملوا للمؤسسة لا يخرجوا حتى للسياحة الا ولديهم مهمة ايضا. يلتقوا الرئيس السيسي ليرفعوا للراجل اللي ورئيس امريكا السابق ليرفعوا للراجل اوباما اللي قاعد في الزفة مش فاهم حاجة، ضرورة ان تلتقي هذا الرجل الذي يعبر عن الحقيقة في الشرق الاوسط. نعم، يعني مفيش بعد كده كلام. انا ما شفتش الخطاب بسبب ظروف الشغل، هرجع طبعا اشوف بعد شوية. يعني انت اتفرجت عليه وانت قاعد بره اصلا؟ مقتطفات اللي لحقتها كابتن. كلام مهم حد جدا طبعا، لانه لمس، يعني لمس قلوب السياسيين اللي معروف عنهم ان السياسة بتجعلهم يعني يستطيعوا او عندهم القدرة على حتى التحكم في حركات الوجه يعني او البادي لانجوج زي ما بنقول. لكن في الاخر هو قال لهم ارهاب يعني ايه؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ حضراتكم عاوزين ايه بالظبط؟ عاوزين ارهاب يطال كل الاوطان بما فيها تحت كراسيكم، ولا فلنذهب جميعا للمواجهة. تكلم عن الاستثمار في مصر، تكلم عن الأمن والأمان في مصر، تكلم عن دولة ترحب بالناس، تحب العالم عبر التاريخ والعالم يحبها. وده موضوع يعني أنا اختصرته لحضرتك في خيرك. ربنا يخليك، لأنه حتى بره كده ساعة الفصل سألت حد مش من أنصار الرئيس السيسي، يعني تعمدت أن أنا أسأل أحد الزميلات هنا، قالت لي أنت عارف أنا، قالت لي أنت عارف أنا ضد يعني، قالت لي بس قالت لي الكلمه كانت هايله وخدت سوكسيه عالي جدا، تصفيق عالي جدا جدا، وكانت سعيده كمصريه بهذا. يعني ده عجبني كمان انها رغم خلافها السياسي لكنها سعيده كمصريه بهذا الشكل اللي ظهر عليه الرئيس المصري وبهذا الاستقبال وبردود الفعل الطيبه. يعني كيف قبلت مصر؟ انا بحييها على سعادتها كمصريه بكيف استقبلت مصر. لم نعد تابع يا كابتن شوبير. صحيح. اصبحنا ضمن يعني الفريق الاساسي للعالم، مشاركين بفعاليه يعني الحمد لله. حتى المصريين اللي بعضهم قطع ما بين 18 ل 21 ساعه سواقه علشان يوصل لا ممولين ولا مأجورين، اعداد كبيره على قد ما الكاميرات فتحت، والكاميرا لا تجذب الا في الفوتوشوب اللي بيرص صفين وحضرتك عارف وبموبايل من فوق كده فيبدو في رؤوس يعني. لكن ما قالوش للبوليس الامريكي زي ما الناس كلها تتابع فلتح يا امريكا نحن نحب امريكا، بينما قاعد يقول لك انتم عبيد امريكا عشان ما يمشوهمش رغم ان الوقت المستأجر انتهى. الوقت المستأجر انتهى طبعا، كله مستأجر طبعا، كله مش فلوس. طيب خليني اخش معاك بقى في الرياضه واخش معاك في الكوره. الاول شايف ازاي ان احنا ما تقدمناش لتنظيم بطوله الامم الافريقيه على عكس كل التصريحات اللي انا كنت بسمعها ان احنا متقدمين وانه وان المهندس خالد عبد العزيز معايا في مداخله من ثلاث ايام تقريبا في الاذاعه قال احنا جاهزين كوزاره شباب ورياضه على اتم الاستعداد، الكره في ملعب اتحاد الكوره، اتحاد الكوره شايف انه عايز ينظم احنا جاهزين وهنساند وهنجيب كل الموافقات. شايف ده ازاي؟ فضيحه كرويه. عندما يتحدث مسؤولين من الجبلايه يعني هنقول لهم الكذاب بيروح غانا مش بيروح النار. يعني عندما يتحدث هؤلاء يعني المجموعه ويتكلموا عن استعداد وملف وكذا، ثم فجاه نجد بالامس الكاف بيعلن ان غانا 2017 اصبحت حقيقه نهائيه، الجزائر مش ممكن. غانا خلاص اعلن الكاف ان لا بس لم يعلن، لا اعلن، لا اعلن انها تقدمت بطلب، تقدمت وان اغلب الظن بس الجزائر مقدمه كمان،
لا طبعا ما انا عارف بقول لحضرتك انه اغلب الظن ان غانا 2017 مش شايف الجزائر احق يعني. غانا كانت لسه في 2008 منظمه وقبلها كانت منظمه بال يعني بالتبادل او بالمشاركه مع نيجيريا. الجزائر من سنه 90 ما نظمتش. هم هنا ها لازم نعرف احنا بنعمل في بلادنا ايه. هم هنا لا زالوا بيشعروا ان هناك ازمات بسيطة في الجزائر اخرها وقعت الراجل اللي مات ايبوسي ثم حالة يعني الشارع المصري اللي بيتعافى والحمد لله، لكن هم برضو بيطلبوا المزيد من التأمين. عشان كده بقول لحضرتك في بعض النوايا من الاصدقاء كده انه الكاف رايح ناحية غانا شوية لتأمين ولسابق يعني قيامها في 2008 بتنظيم بطولة. الحقيقة برضو هو قطر احنا بنحبه زي كلهم كل الافارقة عايزين نلغي النغمة دي وهم يعشقوا العرب بس يعشقوا مصر وان الافارقه مش اشقاء اشقاء واعزاء بالنسبه لنا طبعا. والحقيقه هم الجزائر عشان كده طيب يعني الغنيين وانت عارف يعني خلينا نقول للناس قفولوا بعد المباراه نعم هم ضمن اهالينا في القاره السمراء وده تعبير اقصده تماما بكل معانيه زي ما احنا لينا اشقائنا واهالينا في افريقيا اللي هم العرب صحيح اواصر اكتر يعني لكن طبعا. اذا كان ده اخوك فعلى الاقل ده ابن عمك اكيد هو الكاف رايح في الاتجاه ده شعب طيب كامل المرافق اصبح عنده احتراف واضح وملموس يا كابتن. طيب يعني اذا انت بتحمل اتحاد الكره المصري المسؤوليه في هذا. بقول لحضرتك احنا في فضيحه ولابد انه بكره على اقصى تقدير يخرج لنا حد يقول احنا بعتنا ولا لا، لان النهارده الاقاويل تضاربت. لما جينا نسال ده احنا بنكتب وراكم يا جماعه عيب عيب، انتوا المصدر الرئيسي وعلى لسانكم يعني مش علمت لا اكد فلان اكد علان. وصلت انه الوزير نفسه نتاج هذا التواصل مع الاعلام يعلن كدوله انه والله اذا كان اتحاد الكره عايز احنا جاهزين طبعا جاهزين ان شاء الله طبعا، لكن ان يخرج النهارده احمد مجاهد والحقيقه هو ما كانش قال احنا هننظم ده مجاهد الحقيقه واضح بالظبط يقول النهارده مين يا جماعه جت تختلف تتفق معاك ان في ميزه ما بيكذبش الله ينور عليك وكمان ما كانش جوه المنظومه بتاعه تنظم رفض التعليق مرتين فانا استشفيت حاجه لكن قلت هو يعني وما شاء يمكن مش عايز يخش المساحه دي، لكن النهارده طلع قال كلام حقيقي وامتلك شجاعه المواجهه وقال احنا لا قدمنا ولا اتكلمنا مع الكاف. كل ما ذهب للكاف هو مجرد خطاب رقيق انه اذا ضاقت السبل احنا اذا لم تعد هناك دوله تستطيع اذا لم تجد دوله عايزه تنظم اذا لم تجدوا اذا ضاقت السبل هو الحكايه ايه حصه تعبير. فده موقف الحقيقه يعني انا مش لاقي له تفسير يا كابتن. وشيء الحقيقه انا يعني كاتب يعني مقالي كده يعني بكره الكذاب هيروح غانا هيروح غانا انت خلاص اجزمت النهائي يعني حاسس عندي احساس انه غانا خبرتك لكن طبعا امانيه انه الجزائر تفوز لانه الجزائر لما تفوز مش بس اكننا فزنا كشقاء لكن سيلقى الضوء بكاميرات العالم ان الجزائر التي حاربت الارهاب واللي ما كان مش 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 عادي ابدا انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي السيد بوتفليقه خلال ايامه الاولى في قصر الاتحاديه هو ده التنسيق بين كبريات الدول العربيه في مواجهه هذا الارهاب وهذا العنف وهذه الجماعه من سفاكي الدماء. أمانية في اتجاه الجزائر لكن أشعر أن الكاف بضمانات أكثر لأعضائه ربما بيفكر في غانا إلى أن يعلن. كنا بنتمنى نشوف المشهد ده تاني في مصر طبعا 2006 واحد من أعظم المشاهد اللي شفناها في حياتنا ده آخر هدف دولي في حياة حسام حسن الحياة رجل كان سنه 40 سنة وكان مازال يسجل ودي كانت مباراة دور ال 16 في البطولة الإفريقية. الحقيقه كنا نتمنى كان عندنا امل في الله ان احنا هانتوا جيل وطني وبرضه واحد كان داخل على 40 ولسه بيحرص الجول يعني انتوا جيل وطني كنتوا بتفرحوا زي الجمهور بالظبط وانتوا لعيبه قدمتوا اللي قدرتوا عليه ودي كانت مهمه انا بقصدها انها حاجه مهمه لان بشوفها في اكبر الحضارات اللي بيتحدثوا فيها عن الاحتراف اللعيبه في كل العالم في ماتشات منتخباتها بتفرح زي الجمهور صحيح. مش بتحاول الهروب او تيجي مأزومه او تيجي وشها كده بتفرح عبوس بتفرح زي الجمهور فعلا. خلينا استاذنك اروح لفاصل بعد الفاصل عندي ملفات كثيره جدا ابرزها ملف البث الفضائي وانت بتتفرج يمين ولا شمال بتروح للاهلي ولا الزمالك بتروح لان القناه ده مهم جدا وايضا شغب الملاعب لكن خلينا نروح لسنه حلوه فاصل ونرجع على طول.
سنة حلوة 24 سبتمبر 1954 مولد ماركو تارديلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد نجوم المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم عام 82 بإسبانيا. 1955 مولد ياسين بن طلعة أحد حراس المنتخب الجزائري في مونديال إسبانيا 82. 1968 مولد صالح الداود مدافع فريق الشباب وأحد نجوم المنتخب السعودي في كأس العالم للقارات عامي 95 بالسعودية و99 بالمكسيك. 1980 مولد النرويجي جون أرني ريزا مدافع أبيول نيقوسيا القبرصي الحالي وموناكو الفرنسي وليفربول وفولهام الإنجليزيين وروما الإيطالي السابق.